ومعانا المحشي. ومين فينا ما بيحبش المحشي؟ طبعا يعني قليل جدا جدا لما اسمع ان حد ما بياكلش المحشي. النهارده هنعمل محشي بطريقه لطيفه جدا وتسويه ولا اسهل من كده، وطعم بقى حكايه هيجيب اخر الشارع. بينا نشوف المقادير وبعدين نشوف مع بعض الطريقه. النهارده معانا لمحشي بقى مشكل في الفرن، عندي عزومه ومش عايزه احرم ضيوفي من حاجه، فانا هعمل لهم المحشي كله في صينيه واحده. هنحتاج 2 بصل حجم كبير، كل ما كبرتي حجم البصلية هيبقى افضل، ده عشان الحشو. نص كيلو كوسة صغيرة ومتقورة، نص كيلو بتنجان عروس اسود متقور، ولو بنحب الابيض كمان ممكن نستخدمه، نص كيلو فلفل رومي، عندنا كمان نص كيلو طماطم برضو متقورة. يبقى كده عملنا محشي ما شاء الله كذا نوع عشان نرضي جميع الاذواق. اما الخلطة بتاعتنا بقى هتبقى عبارة عن ايه؟ هنحتاج ربع كيلو من اللحمة المفرومة، كوبايتين من الرز المصري مغسول، عندنا كمان كوبايتين طماطم متسبكة او نسبكها على النار مفيش مشكلة، بصلة كبيرة مفرومة، 3 حزم خضرة من كل نوع، عندنا بقدونس وكزبرة وشبت، كمان هنحتاج 1 فلفل رومي و1 فلفل حامي، الاثنين مفرومين، نص كوباية زيت، معلقتين كبار من السمنة، ومكعبين مرق الدجاج ماجي اللي هتخلي المحشي معانا حكاية، وعندنا كمان رشة سكر، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، رشة قرفة بودر، وملح وفلفل اسود. تمام، دي مقادير خلطة المحشي اللي نقدر نحشي بيه اي نوع احنا حابينه. اما التسوية بقى هنحتاج ايه؟ عندنا بصل شرايح، طماطم شرايح، وكوبايتين شوربة مغلية، ومعلقة صلصة. ويلا بينا بقى نسمي بسم الله ونبتدي عشان نشتغل في المحشي. بداية عندنا البصل اللي بيتحشي. محشي البصل من الحاجات اللي استحدثت حديثا، يعني ما كانش زمان موجود قوي محشي البصل، فبقى دلوقتي من الحاجات اللذيذة جدا انا عن نفسي بعشقه. طيب عشان احشي البصل اعمل ايه؟ هجيب البصل اكيد وهنضفها، وابتدي اقصها من تحت، والجزء اللي فوق هو يفضل انه ما كانش يبقى مقطوع قوي كده، يعني نسيب العنق اللي فوق ده يبقى موجود، ده افضل يعني. تمام، هنعمل ايه فيه؟ هنبتدي ناخد فيه خط كده لغايه ما اوصل لنص بس البصلايه بالشكل ده بس، وهقف على كده. تمام، يلا نعمل واحده ثانيه، وكل ما حجم البصله كبير كل ما اكيد هيساعدني على اللف احسن. طيب احنا بعد ما نضفنا البصل وغسلناه وشقيناه زي ما قلنا لغايه النص بس ونقف، ما نكملش لان لو كملنا بوظناها. ميه مغليه وحطيت فيها البصل وهسيبه يغلي حوالي 5-7 دقائق. تمام، خلاص البصل كده بيجهز معانا، تعالوا بينا نعمل الخلطه. عندنا السمنه وعندنا اللحمه المفرومه، وهنروح على البوتاجاز بتاعنا علشان نبدا نعمل الخلطه. ادي معلقه كبيره من السمنه، هبتدي احط اللحمه المفرومه علشان اعصجها او اسويها. طيب هنا اللحمة المفرومة أكيد مش أساسي في الخلطة بتاعة المحشي، يعني ممكن أشيل اللحمة المفرومة تماما ما يجراش أي حاجة. طيب لو ما حطيتش لحمة مفرومة إيه اللي هحطه بعد ما حطيت السمنة؟ هحط الطماطم تتسبك. تمام، بس إحنا هنبدأ باللحمة علشان نسويها، ده لو إحنا حابين نحط في خلطة المحشي لحمة، مش حابين خلاص بنشيل الخطوة دي تماما تماما. انا هجيب طبق غويط وابتدي احط فيه البصل، عندنا بقى بصلتين كبار محترمين كده، يعني على كل كوبايه رز بصلايه كبيره علشان بتدي طعم مسكر وحلو جدا للمحشي. احط كل البهارات بتاعتي اللي هي معلقه صغيره كزبره وكمون، احط كمان رشه من السكر، ونحط رشه من القرفه، وندعك البصل بالملح والفلفل. يبقى حطينا كل البهارات. تمام، ادي الملح، هنخلي بالنا علشان معانا ماجي هنحط منها مكعبين في الخلطه، فكده مش هنحتاج نحط ملح كتير. ماجي فيها الملح بتاعها وفيها كمان البهارات مظبوطه جدا، فمش هنحتاج نحط ملح كتير. تمام، تعالوا بينا ناخد شويه ملح ونبتدي ندعك البصل كويس جدا، كمان مرق الدجاج ماجي فيها نسبة بروتينات عالية وبتدي طعم حلو جدا جدا لأي وصفة تحطيها فيها. مهم جدا بقى ان احنا ندعك البصلة كويس قوي بالملح والفلفل والبهارات بتاعتنا عشان هتدينا طعم حلو جدا. وهتلاحظوا ان انا مش هحمر البصل، هحط البصل زي ما هو كده ني، مجرد بس ان انا دعكته كويس بالبهارات والملح. احنا شوحنا اللحمة لغاية ما استوت خلاص عشان ميبقاش فيه اي زفارة، حطينا الطماطم بتاعتنا عشان تتسبك. تمام،
هي هتتسبك بس والدنيا تمام. وهي بتتسبك كده تعالوا نحط بقى مكعبين من ماجي ناخد بيهم احلى طعم للمحشي. انا عايزه ابص بصه كده على البصل ايه الاخبار بتاعته. تمام شغال زي الفل. ايه رايكم؟ بصوا البصلايه فتحت، فاكرين الشقه اللي احنا عملناه بالسكينه؟ بصوا معايا كده اهو باين، بصوا كده البصلايه فتحت بالشكل ده. خلاص يا دوبك هي زي ما قلنا كده 5 دقايق هجيب طبقتين نحط فيه. اهم حاجه تنزلي البصل في ميه مغليه، ممكن معاها بس رشه من الملح. ويلا بينا نرفع البصل من الميه ونسيبه بقى يبرد علشان اقدر افكك اوراقه. تمام وابتدي احشيها بكل سهوله. خلاص الصلصه اتسبكت، معانا ايه بقى؟ معانا الرز، معانا الفلفل الاخضر واللي هو الحامي والبارد المفروم، معانا الخضره بتاعتنا المفرومه، ومعانا البصل اللي دعكناه بالتوابل والبهارات، ومعانا الصلصه. لا الصلصه دي بتاعت التسويه. تمام يلا بينا بقى هناخد الرز وهديله تقليبه مع الصلصه كده واللحمه. حلو قوي قوي الكلام ده. خلاص هرفع بقى الكلام ده من على النار. خلاص اهم حاجه تكون الطماطم بتاعتنا اتسبكت 100%. هنبتدي نشيلها وناخد الخلطه بتاعتنا وابتدي افضيها هنا على البصل. ما تنسوش ان احنا حطينا مكعبين ماجي علشان يفكوا في حراره الصلصه وهي بتتسبك ويدونا الطعم اللذيذ. هاخد بقى الخضره واخد الفلفل وهنحط الفلفل الحامي، طبعا كل الفلفل الحامي والشطه والكلام ده اختياري على حسب الرغبه. كده خلاص خلطتنا بقت جاهزه. ايه رايكم؟ عملناها في ثواني وما اخدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. هقلب بقى احلى خلطه محشي في الدنيا. البصل الني ده بيدي طعم حلو جدا جدا ومسكر للخلطه، كمان الخضره طالما ما تعرضتش كتير للنار فبتفضل ريحتها وانت بتسوي المحشي جايبه اخر الدنيا. تمام جربوا بس الخلطه كده بالطريقه دي وصدقوني هتعجبكم جدا جدا. خلطتنا جهزت والحمد لله. يلا بينا بقى علشان نحشي. عندي بقى كده ايه شويه بصل، شرايح بصل وشرايح طماطم واحطهم في الارضيه. طب لازمتهم ايه؟ لازمتهم ان هم هيحموا المحشي بتاعي ان هو يلزق ويتحرق في الصينيه، كمان هيدوا طعم حلو جدا جدا للخضار اللي احنا هنحشيه. طيب احنا بقى بنحشي المحشي عشان برضو حبايبي اللي لسه جداد في المطبخ وما جربوش يعملوا محشي قبل كده، احنا قلنا الطريقه ولا اسهل من كده. الحشو بقى في تكنيك، في حاجه بسيطه جدا بتفرق جدا في شكل المحشي عامه بعد ما بيستوي. هي ايه؟ ما ينفعش ان انا افضل احشي صباع المحشي ايا كان ايا كان هو ايه. كده كويس باين. ما ينفعش نحشي صباع المحشي لغايه الاخر. تمام ليه بقى؟ الرز زي ما احنا عارفين ان هو بعد ما بيستوي بينفش وبيزيد، فبالتالي لما هيزيد هتلاقيه خرج بره الحاجه اللي احنا بنحشيها سواء بتنجان فلفل كوسه اي حاجه، هيخرج براها ويبتدي يبهدل شكل الصينيه بتاعتي او شكل الحله بتاعت المحشي. علشان كده دايما خلي فيه مسافه تمام فاضيه من صباع المحشي بالشكل ده علشان تاخدي شكل حلو جدا ومظبوط بعد التسويه. طبعا الرز بعد ما هيستوي هينفش ويبتدي يملاه يا دوبك على الحرف، مش هيطلع منه ويبهدل لي الدنيا. تمام دي بس حاجه كده صغيره بس مهمه قوي. طيب البصل طبعا كل الحاجات اللي احنا بنعبيها ولا اسهل من كده. البصل بقى هيبقى نظامه معانا ايه؟ زي ما قلنا بعد ما سلقناه هسيبه بقى يبرد عشان اعرف اتحكم فيه وابتدي اخد ورقه ورقه. بصوا ادي ورقه البصل، هبتدي احط فيها الخلطه والف بالشكل ده. وادي معايا البصلايه بعد ما بتتحشي بتبقى بالشكل ده، وابتدي ارص في الصينيه. وزي ما قلنا حاطين في الصينيه بتاعتنا بصل، حاطين طماطم شرايح عشان نحافظ على المحشي بتاعنا انه يلزق ويتحرق، وهكذا بقى. اظن بقى ولا اسهل من كده. الحشوه دي او الخلطه دي ينفع اعمل بيها كرنب، ينفع اعمل بيها ورق عنب، ينفع اعمل بيها اي نوع
على فكرة في أنواع كتير جدا ممكن أنتم ما تبقوش سمعتوا عنها إن هي بتتحشي، زي مثلا ورق السلق بيتحشي وبقى جميل جدا، ورق اللفت تخيلوا اللفت المخلل اللي احنا بنجيبه عشان نخلله الأوراق بتاعته بتتحشي، عندنا كمان الخس بيبقى طعمه تحفة. ففي حاجات كتيرة ممكن نكون في ناس كتيرة ما يعرفوش ان هي بتتحشي وهي في الحشو بتبقى لذيذة جدا جدا. بصنا بقى حشينا المحشي بتاعنا والدنيا تمام، وزي ما قلنا لازم نسيب فراغ كده في أي حاجة بنحشيها علشان الرز لما يستوي ويطلع لفوق يبقى معانا مساحة ما يطلعش في الحلة أو الصينية ويبهدلنا الدنيا. طيب هنسوي ازاي بقى المحشي؟ عندنا شوربة تمام، حوالي كوبايتين كبار من الشوربة، هحط لهم معلقة كبيرة من الصلصة وابتدي أقلبهم. ولو بنعمل كرنب لما نيجي نعمل الشوربة بتاعت السقي المحشي بتاع الكرنب يفضل ان احنا نحط فيها معلقة صغيرة من الكمون، بتفرق جدا في الطعم وكمان مفيدة جدا، عشان طبعا عارفين ان الكرنب من الحاجات اللي فيها غازات كتير فبيقلل من الحاجات دي. تعالوا بينا بقى ناخد الشوربة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نحطها. ولازم الشوربة تكون مغلية. حلوة قوي، يلا نغطي ونحكم الغطا عليه علشان ما يطلعش منه بخار خالص ويبتدي يستوي في البخار بتاعه وما يطولش معانا في النار. اقدر دلوقتي ان انا احط المحشي على النار او في الفرن، وانا افضل ان انا احطه في الفرن بقى واسيبه، احطه على اعلى درجة حرارة على ارضية الفرن لغاية ما يغلي، نسيبه حوالي 10 دقايق لربع ساعة يغلي، بعد كده هدي النار خالص خالص واسيبه على نار هادية لغاية ما يستوي ونطلعه بألف هنا وشفا. يلا بينا فرننا شغال، يلا. قبل ما ابدا في وصفه الفراخ تعالوا نقول بس المحشي ده جه منين واصل المحشي ايه. المحشي طبعا هو منتشر جدا في الدول العربيه كلها، منتشر في مصر جدا، بس هو يقال ان هو مش اكله مصريه، اكله من ايام العهد العثماني، ف واول مره تيجي في مصر او تتاكل في مصر كانت عند الوالي العثماني. عفوا، كان عامل وليمه كبيره وعزومه كبيره جدا لاثرياء مصر، وعزمهم وتحط قدامهم الطبق الكبير بتاع المحشي، ما كانش اسمه محشي ساعتها، كان اسمه دولمة. فبصراحة الناس أو المصريين خافوا يقربوا له لا يكون فيه حاجة مش مظبوطة أو يموتهم معنى أصح يعني، فكانوا خايفين جدا أنهم يمد إيديهم على المحشي. فبعد ما الوالي ابتدى ياكل وأكل منه فاتجرأوا وابتدوا ياكلوا من المحشي، عجبهم جدا، ومن ساعتها المحشي بقى وجبة كل المصريين بيعشقوها. ليها أسامي كتير جدا في الوطن العربي، من اسمها زي ما قلنا الدولمة، المحشي، اليالنجي في سوريا عندهم ورق العنب ليه اسمين، في اسم يبرق ده اللي بيتحط فيه لحمه مفرومه، اما اللي ما بيتحطش فيه لحمه مفرومه وبيتعمل مع دبس الرمان او حبيبات الرمان بيبقى اسمه يالنجي. المحشي بقت اكله منتشره جدا في مصر، ليها طعم ومذاق خاص جدا عن بقيه الدول العربيه. طبعا احنا بنحط بقى التحابيش والحاجات بتاعتنا الجميله اللي بتخلي المحشي له طعم مميز جدا، عشان كده اي ضيف جاي من الدول العربيه حتى بيحب جدا ياكلوا المحشي عندنا في مصر. يعني نبذه كده عن المحشي، ما ننساش ان احنا دخلنا المحشي على ارضيه الفرن علشان يغلي معانا بسرعه، الرز ما بيحبش النار الهاديه علشان ما يبوش معانا. فالرز يغلي او المحشي يغلي كويس جدا ربع ساعه، وبعدين هبتدي اهدي النار خالص خالص واسيبه على نار هاديه نص ساعه كمان وهيكون جاهز معانا.